هذا البرنامج برعاية دويس أحسن مفهوم وردة سرها المحبة. وردة سرها المحبة. عسلامة ومرحبا بكم في الكوجينة. إن شاء الله رمضانكم مبروك. الناس الكل اللي غسيت متاع رمضان السنة باش يبداو سهلين أكثر من العادة. نعرفوا اللي العباد الكل عندهم صعوبات باش يلقاو المكونات، مش كل شيء متوفرة، حتى لنا احنا هوني في الكوجينة ما لقيناش المكونات الكل، هاوك علاش سهلنا المشامية. نعرفوا زادة اللي الكثير استثناء العباد الكل قاعدين يعيشوا في ظروف اقتصادية صعبة، وحاولنا نعملو دي غوسيت سهلين، وجست حاولنا نجيبو توش جديدة، فكرة جديدة باش نعطيوكم أفكار ونسهلوا عليكم الدبارة ونقعدوا كمان عاملين جو في الكوجينة. معايا كالعادة الشيف أمين. شيف أمين مرحبا بيك. مرحبا مليك، عسلامة. شنو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. حبيت نقول قبل كل شيء إن شاء الله رمضانكم مبروك للسادة المتفرجين الكل، وإن شاء الله كل عام واحنا حيين بخير، وان شاء الله الغمه هذه تنزاح ونواصلوا نرجعوا كيما قبل وخير من قبل ان شاء الله. اكزاكتومون. اليوم شنو باش نعملوا؟ اليوم باش نعملوا ريسيت سهله، وكيما قلت انت ما تكلفش جمله، اللي هي عش بلبل. اي ما يمشيش مخنا الفرويساك. اليوم باش نعملوها بالاباري فلون من داخل، معناها ورقه ملصوقه موجوده كل يوم عندنا في الدار، والفلون اللي هي عباره عن عظمه وطف حليب وسكر وكريم فريش. اكا نخليك ملا تجيب المكونات نتاعك الكل نتاع العش بلبل. انا اليوم باش نعطيكم اون غوسيت، دو غوسيت سهلين. الغوسيت الاولى هي باش نعملوا كيما اون تارتين، والا باش نشوفوا كيفاش باش نعملوا اونتري سهله وبنينه والعباد الكل تحبها. الاونتري نتاعي اللي هي بروسكيتا بالطماطم، نستحق الخبز لازم يكون هكا كبير وما يسالش كانوا خبز بايت، بالعكس لازم يكون يابس شويه. كعبتين طماطم، شويه بصل، ثوم، شويه حبق، زيت زيتونه، ومن بعد باش نزيد شويه موتزاريلا. دونك اول حاجه باش نعملها هي باش نقص الطماطم نتاعي. دونك كيف ما قلت لكم نخمو ديما في دي غوسيت سهلين وما فيهم حتى شيء. لي تارتين بصفه عامه تنجموا تعملوهم بكل شيء. دونك انا اليوم اخترت بالطماطم، انتم في الدار تنجموا تعملوا اللي تحبوا. هذايا الدخلاني نتاع الطماطم علاش باش نحيه؟ على خاطر ميه برشا باش يبلي الخبز نتاعي، اما مانيش باش نفقده على خاطر ما نفقدو حتى شيء في الكوجينه. من بعد باش نستعملوا في الغوسات الثانيه. الغوسات الثانيه هي المحمسه، المحمسه نتاعنا نتاع الورده، اما باش نعملوها على طريقه جديده. باش نعملوها اول حاجه مفوره شويه، وبعد باش نطيبوها في المقله كيف ما الريزوتو. باش تشوفوا طريقه هكاك تمكن لكم باش ما تعملوش برشا معون وتجي حاجه بنينه اوريجينال شويه. دونك كابتن طماطم يكفيو. اب نحيو القلب، ومن بعد نجيو نقصوا الطماطم نتاعنا مربعات. كيف من هك على زي الطمطومه الاولى.
شوفوا كيفاش زيدا كيف كيف نحاولوا نعملوا الاقتصاد زيدا باغ اكزومبل هوني كابتن طماطم باش تعمل لنا 3 انتري لثلاثه من الناس ولا حتى الأربعة على محل النجم نعملوا حتى الأربعة من الناس بكابتن طماطم دونك نحاولوا ديما نخموا في الاقتصاد نحاولوا زيدا كيف كيف ما نبذروش الخبز دونك كان يبقى لنا شويه خبز نعملوا به دي تارتين كيف من هكايا ولا نعملوا به شابلور ولا نخموا في حاجه تبدا سهله وتمكن لنا باش ما نفرطوا في حد شيء سينو لفوه نحطوه في الكونجيلاسيون سينو اكزاكتومون لفوه نحطوه في الكونجيلاسيون ان العبيد الكل ظهر لي توا الكونجيل نتاعهم معبي بالخبز هالا التمتومه الاخرى وتوا سهل برشا ناخذوا الطماطم نحطوهم هوني الوغ ايجا نقول لك حاجه تمد لك الزيت زيتونه اللي غادي الله يبارك صب ولا نخليك ايجا نقول باش تصب لي شويه على الخبز باش ناخذوا ديريكتومون باش تعاوني اليوم شويه وي دونك تشوفوا جوستومون العباد الكل تنجم تعمل لي روسيت هذوما دونك حطيت الخبز جوست في بلا يدخل للفور وأكد لكم اللي هو ماهوش خبز فخي كما قلت لكم واللي الغوسيت هذه باش تشد لكم الكل في الكل ماكسيموم 20 دقيقة دونك جوست حط لي شوية خبز شوية زيت شوية زيت فوق الخبز فوالا يعطيك الصحة شطر مغرفة معناها هكيكا فوالا شطر مغرفة على كل خبز وباش ندخلوهم للفور علاش باش ندخل الخبز للفور شوية لمدة 4-5 دقائق باش هكاكا يتقرمش يزيد يولي مبشمط أكثر خاطر كان نحطوا عليهم الطماطم الطماطم باش تسيب الماء نتاعها باش ما يجينيش مبشمط وي حطوا لي في الفور نزيدوا شوية بصل في الطماطم مش برشا شوية ملح وشوية فلفل أكحل أوب خلطوهم مليح أكد زيت زيتونة تعاود ترجحي لي فضلك هوني عندي شوية برك حبق أشي ولا تنجموا راو تعوضوا الحبق بالمعدنوس ما فما حتى مشكلة صافا تخي بيان فوالا والسلاطة نتاعنا بريسك حضرت بعد المرحلة الأخرى نشوفوها جوست كي يسخن الخبز أونتخ تون باش نجيب حبيك أمين باش تعطيني الديبي نتاع الفلان نتاعنا الديبي نتاع الفلان، الفلان هو عبارة على ستيل كيل كريم باتيسير أي فيه حليب وكريم فريش وعظمة ناخذ حليب ديليس عندنا 175 غرام حليب ديليس هذه رسات صغيرة هذه رسات نتاع 8 كعبات الشبلب مول الشبلب المعروفة سواء مدورة ولا كاري كعبات صغار انديفيديوال والباهي في الرسات هذه تنجم تعمل ستوك اش معناه؟ مثلا ورقة الملصوقة اللي باش تاخذها الحاجة الوحيدة الديفينيس إذا كان مش تخبيها ما تشقشقهاش بالجولدينة ما تبلهاش معناها خليها ويا شيء حط في وسط الفلون من بعد حط فوقها طريف كي تخرجها من الكونجيلاسيون مثلا باش تحط في حكة بواتا ميتيك باش تعمل ستوك مثلا نقولوا احنا مش كل يوم باش تقعد تخدم تخدم تاع جمعة كاملة كل يوم تخرج الطيب خمسة ستة كعبات على باش تحلي بيهم مع قهوة عربي بعد شوق الفطر فهمتني؟ هذوما جوست تخدم تشارجي اما كي مش تحط في الكونجيلاسيون ما تبلهاش بالجولدينة اذا كان احنا مش نخدموا اجور نبلوا شويه بالجولدينة فهمني خاطر الجولدينة ترخم بعد كي باش تدخل تتكنش دونك نبلوا شويه بالجولدينة باش مش تعطينا الدقميش على ورقه الملصوقه خاطر ورقه الملصوقه ما غير كي ما تعملهاش الماتير غراس ما توليش كروكون فهمتني وفي وسط الفلون ومن الفوق مش نعملوا فوق المعجون كي العاده كونفيتير سي كامل اللي يغيب على طعام عندنا نحن لهنا وشويه رشه بيستاش وكا يلا حاجه خفيفه باهي 175 غرام حليب سي بون فوالا معها كريم فريش ديليس 50 غرام فوالا بالنسبه السكر نجمو نحطوه لهنا سكر محور سكر محور يعني نحطوه لهنا يعني نحطوه مع الواحد ما يقلقش مع العظمه والبودره كريم
وعندنا قشرة القارص زيت السيترون باش نعطيه الجو، وعندنا الكريم ديسير نتاع فانواز، نتاع فانواز فلور دورانجي، والسكر اللي هو النكهة نتاعو بالزهر نتاع الفلور دورانجي. دونك نعاود عندنا 175 غرام حليب ديليز، عندنا 50 غرام كريم فريش ديليز زاد كيف كيف، عندنا سكر محور مقدار قداش من غرام؟ 30 غرام. 30 غرام سكر محور، شكاره سكر نكهه بالزهر نتاع نتاع فانواز، وكيف كيف سيترون. الزيست نتاع القارص، معناتها البارتي البرانيه نتاع القارص، القشره البرانيه نتاع القارص، وباش نحطوا الكريم ديسير نتاع فانواز اللي هي خذيناها بالفاني اللي باش خلطوها هي والعظم. هكا 20 غرام، لا مش كل. مش كل. اوكي. نقصوا منها. نقص منها شويه ماله. هذه الساشي فيها 40 غرام، دونك اشترها. هي اللي باش تخثر لنا كل شيء وباش تعطينا التكستور نتاع المستحضر نتاع الكريم باتيسير. داكور. شنو الفرق ما بين الكريم باتيسير فينالمون والفلان؟ الفلان هي ريسيت قادره باش تزيد الطيب اكثر، وزايده دي زانغريديون في الجو ابن. الكريم باتيسير نستعملوها مثلا للي ميلفو للي مونتاج نتاع الجاتو، مي الفلون هي عباره على اباري حاضره باش نستعملوها كوم ديسير كامل، معناها يجي يا مع باز كروكونت يا مع بات سابلي مع اي حاجه. والفلون اللي من اللي تراديسيونيل نتاع الباتيسيري معناها. باهي. دونك لو طون حطيناهم يغليو، دونك المكونات نتاعنا اللي هما نذكر الحليب والكريم والسكر والزيت دو سيترون والسكر اللي بالزهر، وتوا باش نخلطوا البودره كريم، معناتها الكريم ديسير نتاع فانواز اللي هي بالفاني والعظمه. والعظمه جوست يغلي نفس الستيل، يغلي هذا نصبوا هذا لهنا، خلطوه مع بعض ورجعوا نطيبوا. تري بيان. اونتر طون جوست باش نخرج الخبز نتاعي انا من الفور، خاطر جوست حبيته. فوالا يشرب شويه الزيت ويبس شويه. الحليب عندنا لهنا ولا نرجعوا لاباري كله لهنا باش مش نهزوا العاقد الكل. من بعد نعاودوا نطيبوا كل شيء، وهذايا دايغ الطريقة حتى في الكريمة العربي نتاعنا اللي نعملوها بنشي، ديما نغليو الحليب ومن بعد نصبوه على الخليط اللي هو في الكريمة العربي متكون من العظم وسكر ونشي، ونكملوا نطيبوا على نار أهدى كي نحطوا كل شيء في وسط الكسرونة كيف من هكايا. هذه تمكن لنا ساعة أول حاجة باش تطيب أسرع، وثاني حاجة باش نبداو متمكنين من الطيب نتاعها، معناتها ما تجيناش ما تطلعش مكلفة. فوالا اكزاكتومون، ما تكعبرش كيما نقولوا احنا. نخليك تكمل طيب الغوسيت نتاعك، اونتر طون انا باش ناخذ باش نكمل في الغوسيت نتاعي. اليوم قلت لكم عندنا مع السلطه هذيا اللي هي بروسكيتا فينالمون سهله برشا، باش نعمل محمصه فاسون ريزوتو. باش ناخذ المحمصه نتاعنا التونسيه ورده، وباش نخدمها على طريقه جديده. فوالا دونك لهذيك نستحق الدجاج كويستو. خذيت الفيلي ليسكالوب دو بولي نتاع كويستو خاطرني متاكده من الجوده نتاعو، وهوني باش نقصو تريفات صغيرات. لهنا عندنا ريحة الزهر والقارص طبعا. توا سي حطيت دونك ال هاي باش جوستو باش نحضر اوراق الملصوقة، ومن بعد نعملوا الكارنيتور ونحطوها شوية في الكونجيلاسيون، ومن بعد نطيبوها في الفوق.
خاطر لاباري فلون ديما ماذا بينا تاخذ شوك تبرد شويه بعد تدخل للفور. باهي. هو علاش هي ديجا هي الريسيت هذه مش موجوده، انا عملت معناها ربط بين الحلو العربي التونسي اللي هو العش بلبل المعروف بالفروي ساك وكذا، خممت في حاجه ما ارخص من الفلون الاصلانيه خدمناها ديجا قبل في في حلقه من الحلقات، ندخلوها تتكنجل باش مش تعمل لك الكولور الاحمر من الفوق. وي باش مش تتكنجل تقعد سويعه من زمان في الكونجيلاسيون، وبعد نطيبها ندخلو نطيبوها باش تعمل لنا الكوش الكولور الكراميليزي من الفوق نتاع الفلون. دونك انت هوني توا جوست باش تحطها تبرد شويه شويه، يعني جوست نقرني ونحطوها تبرد شويه. نجم ما تبردهاش عادي معناها تطيب لك هي قد ما تطيب، ماذا بينا ما نطيبوهاش برشا نحنا فوق الغاز باش ما تزيدش تعقاد من بعد طلع لنا شي يبسه في وسط الكعبة الفلون. نذوبوا الجلدينة نتاعنا باش نبلوا بها ورقة الملصوقة. اب الرجاء الدجاج في الفريجيدير وتوا باش نلمسي المحمصه نتاعي. دونك شوفوا لي هي سهله برشا، نستحق للمحمصه. دونك اب حلو على النار نتاعنا، على نار قويه، وباش ناخذ بالطبيعه الزيت نجمة. أول حاجة باش نعملها باش نطيب الإسكالوب متاعي، دونك قبل ما نطيب بالطبيعة باش نفوحهم لي مورسو ديسكالوب. علاش باش نطيبهم في المقلة شوية قبل ما نحط المكونات متاعي الأخرين، باش هكاكا المقلة تشد المطعم متاع الإسكالوب. هذايا باش نأكد عليه. أول حاجة كي تبداو عندكم الحم ولا الدجاج ولا اللي هو، ماذا بيكم ديما على نار قوي. عمركم ما تبداو تطيبوا في الدجاج كونش كان تحبوا مرقه ولا صوص نتاع كسكسي ولا حاجه، ما كيبش تعملوه هكايا. باغ اكزومبل انا باش نعمل محمصه فاسون ريزوتو، ماذا بينا ديما الدجاج على نار قويه. علاش؟ خاطر كي نبداو على نار هاديه شنو باش يصير؟ باش يسيبك الماء نتاعو الكل، يبدا ابيض دايوغ ويسيبك الماء نتاعو الكل ويجينا شايح. دونك نحاولوا نقويو في النار. اب وتوا الدجاج اللي فوحته مليح، فوالا لازم نسمعوها اكل المقله لازم تغني ديريكتومون. قولي وينك؟ باه ركحنا الاوراق نتاع الملصوقه نتاعنا، قصيناهم برسك 8 على 8 10 على 10 انت وكبر الكعبه. هاي. كل زوز في كعبه، مش كيفاش نحطوهم، نحطوهم هكا بالخليط معناها الكوانات هكا، ونعمل كي النجمه معناها كي النجمه، ونبلوهم شويه هكا بالجولدينه، من بعد باش نقرنيو بالفلون ونحطوهم في الليمون. خليك تتبعوا معاه كيفاش يعمل باش ينجم. سي تري امبورطون كي نخدموا الملصوقه ديما باش تبدا فما ماتير غراس هكا ولا وي. اول حاجه تبننها وثاني حاجه تخليها كروكونت اكثر معناها. لو فما فرق مثلا اللي باش يطيب في الفور، الملصوقه اللي باش تطيب في الفور ماذا بينا تتحط لها الماتير غراس الجولدينا مثلا، بار كونتر اللي مش تتقلى في الزيت تنجم تحط لها وتنجم ما تحطلهاش. اي فورسيمون، خاطر ديجا هي باش تبدا مزيت. Thank you.
ناخذوا لاباري فلون تاعنا باش نقرنيو جوست برد شويه بركه اي ما باش نجمو نخدمو به خاطر كي تبدا سخونه ياسر ما تمشي الناس تحرق لنا يدينا خليتها تبرد شويه شوما هذو اللي ما عندوش هذوما في الدار اللي ما عندوش يحطهم عادي يجم يعملهم كعبات كبار في كيس في مول في كيس في كيسان صغار في اي حاجه ممكن في حاجه تطب للفوق ان توكا انا في الدار باش نعملهم فنجان قهوه فنجان قهوه نحط اما تكبر وقتها تولي تكبر في نكبر في المال تولي كعبه كبيره آه. وما يقلقش راهو معناها اون فان كونت من داخل الكريمه العباد الكل تاكل الكريمه في عوض باش نعملوها في فيرين ولا في صحفه ولا كذا هون عملنا ستيل اخر معها شويه كروكون تاع بسكويت دونك الحاجه الوحيده ما نجموش نشارجيو بعد نحطو خاطر لازمك تبريسي تحط الورقه وتخلي ماذا بيك تخلي اسباس لو ماكس ومن بعد نشارجيو فهمتك ونهبطو نكملو نهبطو لوحدي تاع حاجه كيفه مع كعيبه حلوه مع بلاصه كعيبه حلوه اللي مستانسين بها وكذا حاجه اخرى خليك تكمل ماله انا اونتخ طون باش نعمل طلع على الدجاج اللي هو كيما تنجمو تشوفو بدا يتلون وبدا يخلي في المقله البنة نتاعو الكل فك الزيت هذاك قاعد يخلي في البنة نتاعو الكل واحنا ديما نقول احنا في الكوجينة نصطادو في المطعم البنين معناها كيبدا عندنا مكون كيما الدجاج مانيش جوست باش ناكلوه باش ناكلوه باش نحاولوا نشوفوا احسن طريقة نجمو نطيبوه بها الطريقة اللي تخليه يعطينا البنة نتاعو الكل وكي نعملوه كيف من هكا على نار قوية ونحاولوا نعملوه معناها تبدا فيه كخوت كيف من هكايا ويقعد مطعم الدجاج في وسط الزيت ما نلوحوش الزيت هذاك بالطبيعه باش نستعملوه هذاك الزيت دو باز نتاعنا علاش ليه؟ معناتها نحاولوا كل مره مكون هو معناتها الناس الكل يعرفوه حاولوا نطيبوه ونستعملوه باحسن طريقه. وراو كل شيء يتاكل في الدجاج انا باغ اكزومبل كي نعمل دجاجه غوتي كنا نعملوا دجاجه غوتي في الدار بعد المعظمه نتاعها الكل اون فوا نحينا الدجاج الكل ايبا نغليها في الماء مع شويه خضره ونعمل بها كي البويون اللي من بعد باش نستعملو باش نسقي به الشربه والا نزيد فيه مطعم للي بلا نتاعي الو توا الدجاج سي بون هلا هذا هو الدجاج البنين اللي نحبه ريتوها ما قلتي المقله نتاعنا لازمها تكون فيها المطعم نتاع الدجاج مازالت المغام نتاع الدجاج ما لازموش هيك حاله جوستك المنظر البنين هذاك كتقرميشه هذيك الباهيه شكون ما يحبهاش توا باش نقص في النار وباش نحط البصل هلا يتقلى في الزيت نتاع الدجاج باش نحط زيدا كيف كيف الثوم كميه باهيه من الثوم باش نحط توا الجلدينه خاطر الدجاج شرب شويه زيت ونستحقوا ماتيغ غراس دونك نزيد شيشه مش برشه اوب جلدينه داخل الفرن لنا شارجينا لا باش ندخلوها تبرد شويه تبرد ومن بعد الفرن اوكي اوكي شيف على ريتو البنة لازم هكا لازم الماكلة لازمها تكون من ريحتها ومن منظرها لازمها تكون مقلية وبنينة ما لازمش الثوم يتحرق مهم ياسر ومن بعد باش ناخذ المحمصة نتاعي المحمصة نتاعي سي تري سامبل جوست فورتها دونك المحمصة نتاع وردة المفورة وهوني زادة هي بيدة باش نقليها فورتها نجم نقولوا نص تيبة مش كومبليتمون لا. هي بيدها باش تشم اك الزيت واك الثوب واك الريحه البنينه الكل باش نحط لها شويه ملح وتشيشه فلفل اكحل وتوا باش نطيبها على الطريقه هذه اجا نقولكم من بعد باش نبدا نصب بشوية بشوية في البويون سواء عندكم بويون ديزيدغاتي وإلا جوست مي كيف من هكا تقلقوا شرويحكم فماش بويون في الدار نصبوا شوية مي اغزروا لي هذه مهمة ياسر المرحلة لازم الماء لازم يكون في النيفو متاع المحمسة ما أكثرش
نقعد نتبعوها باش نصبوا الماء 3 ولا 4 مرات ونتلقاو من بعد فاصل صغير.